استاذ الحضور بلاش كفيت على موضوع اللي احنا هدفه هو يعتبر على افتقادي فهو لقاء التواصل مهم بدرجه اولى في حين نجد اننا صح اذا عندنا واحد التقييم على المده اللي كنديروا لقاءات فهي معدوده وبالتالي فانا واحد اللقاءات هادو كيكون عندهم واحد التقييم على مستوى المردوديه وعلى مستوى النجاح في الجماعه. الموضوع انا ما غاديش نطول بزاف لان الاخوان السي العشاوي كنضغط على واحد المجموعه الاليه اللي غادي نشتغلوا فيها في خصوص الجماعه المواطنه. انا غادي نجي غادي نتمم واحد الموضوع كنت شاركت فيه هو موضوع ديال التقييم الذاتي بالناظر. هذا التقييم الذاتي بالناظر لوطو ايفالياسيون اونتخ لي بير هذا الموضوع هذا معروف بان القانون التنظيمي ديال 13-14 وخصوصا الماده 272 كينص على الجماعات. هذه ملزمه بالنسبه للجماعات بان يجب على الجماعه تحت اشراف رئيس مجلسها اعتماد التقييم لادائها والمراقبه الداخليه والافتحاص وتقديم الحصيله التدبيريه. في حين ان الجامعه تقوم ببرمجه دراسه التقارير والتقييم والافتحاص والمراقبه وتقديم الحصيله في جدول اعمال مجلسها وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمه للطلاع عليه العموم. يعني التقييم الذاتي واحد المساله ضروريه وملزمه للجماعه وبالتالي احنا هذا التكوين ديالنا وهذه اللقاءات اللي داروا بشراكه مع المؤسسه الماليه للتعاون الدولي ومدير الجماعه فهو ما جاش غير صدفه وانما بتنسيق على الاليات المراد للاشتغال بها داخل الجماعه. في حين اننا باش نوضحوا بان هذا الثمار ديال هذا لوطو ايفالياسيون التقييم الذاتي جات في اطار واحد الاشغال واحد اللقاءات اللي كانوا فهمتي اجتماعات فهمتي على مستوى جامعه تلمدات وكان لقاء اخر دار في مدينه مكناس على اساس طلق واحد النداء هي صياغه اليه التقييم الذاتي حول تحسين جوده العلاقه بين الجماعه والمواطن لان الاداره بدون مواطن لا يمكننا اعتبارها اداره وبالتالي فهناك نسعى دائما من خلال تجويد الخدمات ومن هنا ربط واحد جسور الثقه ما بين الجماعه وبين المرتفقين. هنايا جماعات كيف ما قلت شاركت في هذا العمل ديال التقييم الذاتي. هذه العمليه ديال التقييم الذاتي كانت اثرها واحد الخبير فرنسي دولي اعطاها البروسيسوس اللي خدمت به هو لو بنشيرين هي واحد الوسيله واحد الاداه ديال التعلم كيفاش حنايا بالوسائل الخاصه ديالنا والامكانيات الذاتيه اللي كتوفر عليها الجامعه على مستوى الموظف والمنتخبون اننا نديروا واحد التقييم ذاتي تقييم واقعي تقييم صادق نابع من الحاله الراهنه ديال الجماعه وبالتالي حنا اشتغلنا فهمتي في هذا التقييم الذاتي حول اربع محاور. المحور الاول يتعلق بجوده الاستقبال والمحور الثاني جوده تدبير الشكايات وجوده التواصل الجماعي كان المحور الثالث وهناك محور افقي يسمى بجوده قياده وتدبير المشاريع. هذا المشروع ديال قياده وتدبير المشاريع فهو واحد المشروع اللي هو اوريزونتال افقي كيتخدم في جميع المشاريع وبالتالي كتكون عنده واحد المردود ديال واحد الصدى طيب على مستوى تجويد الخدمات بالجماعه. اذا هذا التقييم الذاتي اذا قلنا فهمتي بغينا نعطي واحد السؤال ما هو المفهوم بالتقييم الذاتي؟ نقولوا بان التقييم الذاتي واحد العمليه ديال القياس لتقييم الاداء. هذا التقييم الاداء كيتم واش نزلوا ولا هو ذاك؟ فهمتي تقييم الاداء كيتم عبر مرحلتين، المرحله الاولى مرحله داخليه كتعتمد كيف ما قلت على الموظف والموظفات والمنتخب والمنتخبات ولما لا الاستعانه بهيئه المجتمع المدني اذا كانت عندهم شي درايه وعندهم شي المام وكيكون يعطيونا واحد لبنة اضافيه للجماعه فبالتالي فالحضور ديالهم والقدوم ديالهم بالنسبه للتقييم الذاتي فهو فهمتي جد مشرف. والمرحله الثانيه هي الجماعات النظيره يعني الاعتماد على المقاربه التشاركيه في اطار اكتساب المعرفه وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف موجهات الجماعات وهذه اي واحد اذا جا واحد التجربه ومعاك في واحد المجال وجلستي معاه وحنا تقريبا عندنا 10 الجماعات وكيوقع لنا لقاء معاهم يعني كاين هناك خبره وتبادل الاراء
وبالتالي نقاط القوه اللي عندنا كحنا استبدلنا الاختلالات ديال نقاط الضعف حنا نيتو ثاني كيمكننا نعالجهم، وبالتالي كنكون عندنا واحد التقييم ذاتي. وقلنا الاطراف الخارجيه اللي كانت كتجيب مكاتب دراسات وكدير بزاف ديال الشروط باش تعطيك واحد التقييم لواحد الدراسه، الان اصبحنا حنا كنديروا التقييم ذاتي ديالنا بالوسائل الخاصه، وغادي يكون عنده واقعيه ويكون عنده مصداقيه وفقا للمعايير والمؤشرات اللي كنعتمد عليها. إذا كيفية الاستعمال أو كيف ننجز التقييم الذاتي لجامعة العرائش؟ التقييم الذاتي الإنجاز ديالو كيتوضع دائما باش كنديرو واحد المشروع غادي نخدمو به كنحطو أربعة د الأسئلة، فهمتي كنقولو ماذا نريد مثلا. دابا حنا في هاد الفقرة هادي نريد اتخاذ قرار سياسي من أجل إنجاز التقييم الذاتي لممارسة الجامعة. في هاد العنصر كنقولو من الذي سيتخذ القرار؟ وكيف ستتم عمل الاشتغال وتحديد المده الزمنيه ديال الوقت نيابه؟ هذه العمليه كتشمل اتخاذ قرار سياسي بالدرجه الاولى، تعيين فريق ديال التقييم الذاتي يتضمن موظفين ومنتخبين في حدود لا يتعدى 10 اعضاء. هذا الاختصاص هذا كتكون من طرف السيد الرئيس والسيد مدير المصالح اللي كيشكل واحد الفريق اللي كيضم في واحد المعدل ديال 10 ديال الموظفين، قصد تشكيل لجنه للتقييم الذاتي للمحاور السابقه الذكر. قلنا هذاك الفريق اللي كيشكلوا السيد الرئيس او من ينوب عنه السيد المدير ديال المصالح كيبقى خصو يخضع للتكوين. التكوين هذا كيتم من طرف الاطر التي شاركت في الدوره التكوينيه بالرباط ايام 9 و10 من شهر يناير السنه الجايه. النقطة الأخرى هي اشتغال أعضاء الفريق العمل بشكل فردي، لأن الهدف ديالنا كامل هو التقييم الفردي. كنديروا المعلومة أننا كل واحد كيخدم بشكل فردي، من ثم كنديروا واحد العمل كنجمعوا ديك المعلومات كيتمتي غادي نجمعوا ديك النتائج الأولية من التقييم الذاتي الفردي، وكنديروا واحد التحليل جماعي ديال النتائج المحصلة عليها. يعني الفريق اللي كيشتغل بشكل فردي، من بعد كنديروا لقاء تواصلي داخل الجماعة وكنحلوا النتائج المحصلة عليها. من بعد كنحددوا بناء على النتائج المحصلة عليها كنحددوا الإجراءات الأولية والأمور المستعجلة التي يجب علينا أن نشتغل عليها. من بعد كنديروا إعداد واحد التقرير مفصل وكنقدموه للسيد الرئيس الجماعة قصد المصادقة عليه. هنايا هذه كتسمى هذه المرحلة الأولى مرحلة داخلية للشغل، يعني الجماعة كتشتغل بوسائلها وبأدواتها التي تتوفر عليها. من بعد كنطلقوا العملية الثانية مراجعة التقرير والمصادقة عليه من طرف الجماعات الناظرة، حيث كما قلت سابقا بأن هذه العملية ديال التقييم الذاتي فهي عملية كتعتمد على الجماعات الناظرة وعندها البروسيس ديالها هو الفيجوالي. كنديروا لقاء مع دوك الجماعات اللي غادي تحدوا المديريه ديال الجماعات المحليه بتنسيق مع الجيزات، وغادي يكون على حسب اللي عرف انا في شهر يونيو ديال 2019. لهذه الاسباب فالجماعه نحن جماعه العرائش باسم السيد رئيس الجماعه فهو مطالب بانجاز التقييم الذاتي في المحاور الاربعه اللي قلنا هي الاستقبال، تجويد الخدمات على مستوى التواصل، تدبير الشكايات والمشروع قيادة المشاريع. هذا الشيء كامل خصو يدار قبل ما تنمي شهر ماي من السنة الجاية. النقطة اللي هي مهمة في التقييم الذاتي هي آلية الاشتغال. هو آلية الاشتغال بمعنى الفريق اللي كنشتغلوا عليه هو خصو يكون فريق متكامل يتوفر على واحد النوع ديال الهوموجينيتي، ويكون كاين واحد السياق، كاين واحد التفاهم، فبالتالي فعدم السماح للإساءة لأي موظف أو منتخب من خلال الكشف عن جوانب القصور في عمله أمام الملأ. ولو كانت حتى هناك نصيحة، النصيحة قد تعطى في واحد المستوى سري دون شهر ديالها أمام الملأ. لماذا؟ لأن الهدف ديالنا ليس بفتح المخطئ أو المقصر، وإنما السعي لإشراك الجميع لتحسين وتجويد الخدمات، لأن الانطلاقة الحقيقية كيف يعقل أن الفريق يشتغل وفي نفس الوقت غادي يستقبل المواطنين، بالأحرى خصو يكون عنده واحد النتيجة تام على مستوى التدبير ديال تجويد الخدمات. هنايا من بين المحاور اللي اشتغلنا فيهم كانت معنا الأخت شفاء محدو اللي هي كانت منسقة لواحد الورشة ديال الاستقبال. المشاركة ديالها تمت على مستوى المعايير، كانوا عندها اشتغلت على 89 معايير، وكل معيار تقريبا عنده بين 3 حتى 4 ديال المعايير الجزئية، وبالتالي أكثر من 30 معيار أو معيار جزئي اللي اشتغلت عليهم. كيف فهمتي كنفهمتي الاستقبال، أنت في وسط الجماعة
المشكل الاول اللي غتنطرحوا فيه هو ولوج المواطنين الى الخدمات. الولوج ليس دائما فهمتي نتعامل مع اشخاص في حاله طبيعيه، وانما التفكير في الاشخاص ذوي الاعاقه، ذوي الاحتياجات الخاصه او محدود الحركه، فهمتي الحركه، نساء الحوامل، وما هي الاجراءات المتخذه بالنسبه للاشخاص الاميين. يعني خدمت على مجموعه ديال المعايير والمعايير الجزئيه للتفكير في المعايير التي يجب ان يعتمد عليها على مستوى، لان نحن عندنا عندهم هي جماعه مواطنه، وجماعه مواطنه عندها معايير خصنا نعتمد عليها. وبالاضافه الى ذلك وضع نظام التشغيل الداخلي والخارجي، لان من الصعب على اي مواطن يلتحق واحد الجماعه وما يعرفش التشغيل ديالو ولو من بعيد باش حتى المدار الحضري ولا في الجماعه، اذا وصل الجماعه خصها تشغيل داخلي على مستوى الاقسام والتوزيع ديالهم. وواحد النقطه اللي حنا كنفتخروا بها بالنسبه لانتخاب نظام المداومه، فحنا عندنا ايام سبت والاحد الحمد لله المقاطعه ديال المداومه كتبقى مفتوحه، وبالتالي الطلبه ولا الناس اللي كيكونوا خدامين في مدن اخرى وكيجيو يدوزوا الاوطار ديالهم كيلقاو كيقضيو الحوائج ديالهم على مستوى في هذه الماده المصدقه على ولا استخراج مصدق الزياد. فبالتالي حنا هذه نظام المداومه حنا كنتوفروا هذا الحمد لله. المعيار الثاني هو نشر المعلومات الضروريه، لان الجماعه خاصها توضع على الاشاره المواطنين المصادر الاداريه بكل الوسائل، الموقع الالكتروني، لوحة إخبارية، موقع التواصل الاجتماعي، مواقع إلكترونية، يعني المعلومات تكون ضرورية. هذا بالنسبة اللي قلت أنا. أما الموضوع ديال الوقت بحده إذا ما تطبق عليه راح تستكثر من فهمتي من يوم، لأن الاستقبال واحد الموضوع كبير جدا وفيه فهمتي فيه كانت واحد استرسالة قانونية اللي وضعها المشرع المغربي قصده الربح من قيمة وجوب الخدمات، لأن هناك علاقة مباشرة بين الإدارة والمستفيدين ديالها، وبالتالي فتأمين وجوب الشكايات أصبح مسألة ملحة وضرورية. والدليل على ذلك هو دستور المملكة وهو أسمى قانون في المغرب، هو الخصوصية المادة 156 التي تتلقى المرافق العمومية ملاحظة مرتفقيها واقتراحاتهم وتضمناتهم وتؤمن التبعية، يعني الجامعة مطالبة حتى هي الحال، وبالتالي خصها ماشي الشكاية فقط وإنما كل ما يتعلق بالملاحظات والمقترحات. واحد شاف واحد المشروع بغا يدير ملاحظة ديالو في الجامعة بغا يدير الملاحظة من حقه، واحد نابغة عنده أفكار بغا يقدم اقتراح على مستوى تسيير واحد المسائل ديالو من حقه يدير طلب ديال الاقتراح ويقدمه للسيد رئيس الجامعة، وبالتالي ماشي غير يقدمه ويمشي للأرشيف، وإنما خصو ضروري تجاوبوا وتأملوا الجواب ديالو بالمصادر القانونيه. وكاين المرسوم اللي صدر في 2017 جو 17265 اللي كيطلب الجماعات انهم كيمشي فقط ملاحظه المتفقين واقتراحاتهم والشكايات المتتبعيه. وكاينه الدوله الاخيره دوله وزير الداخليه ديال دي 2 اللي وضعت واحد الاليه واحد الخليه واحد المكتب ديال استقبال الشكايات والمعالجه ديالهم والبت فيهم واحد المده زمنيه محدوده طبقا للقوانين المامول بها. هنايا اعلى قوه واعلى اشاره كانت في خطاب الملك السامي لصاحب الجلاله، وانا انا ساقدم مقتطف جزء من خطاب الملك السامي لصاحب الجلاله الذي اشار في خطابه خلال افتتاح الدوره ديال البرلمان شهر اكتوبر 2016: من غير المقبول الا تجيب الاداره على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا او انه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضح الاداره. شوف المقارنه اللي حط فيها الخطاب الملكي السامي، ان ما يمكنكش تعمل في الاداره بدون الاجابه على الشكايات ديال المواطنين. فبدون المواطن لن تكون هناك اداره، ومن حقه ان يتلقى جوابا على رسائله وحلولا للمشاكل المعروضه عليها، وهي ملزمه بان تفسر الاشياء للناس وان تبرر قراءتها التي يجب ان تتخذ بناء على القانون. يعني المساله واضحه، اعلى مسؤول في البلاد كيوجه النداء ديالو الخطاب ديالو اللي كيقول بان ما يمكنناش حنايا كالمواطن ما نتعاملوش معاه، بل بالعكس فهو هو الاداره اصل المواطن هو الاداره، وبالتالي الحقوق ديالو خصو يتلقاها. الجواب خصو يكون الجواب في الرساله، خصو يكون كيف ما كان الجواب خصو يكون الجواب ديال الرساله. هنايا هاد الورشه هادي خلال اللقاء ديالنا في فهمتي اوتوبيا شرلين اللي كانت دار في مدينه الرباط، سهرت انا على اشغال ورشه تدبير الشكايات،
وفي هذا اللقاء هذا عملنا معايير. هذا المعايير اللي اعتمدنا عليها هو اخبار المواطن بحقه في تقديم الشكايات. يعني حنايا كجماعه خصنا نستغلوا المواقع الالكترونيه، صفحه الفيسبوك، لاننا الجماعه كتقول للمواطنين اي مواطن مرتفق ولا مرتفقه بغى يقدم الشكايه ديالو فمن حقه يقدمها للجماعه. النقطه الثانيه هو هذا كامل فهمتي على شكل معيار تجميع ومعالجه الشكايات عن طريق المنظمة الاداري. يعني الجماعه خصها توفر على واحد المكتب ويكون عندها واحد المسار كيواكب التطورات اللي كتعرفها المدينه ويكون كيسهل فهمتي العمليه ديال المعالجه ديال الشكايات. وكاينه المساواه بين المواطنين والمواطنات في تقديم الشكايات. هذا معيار لان ما يمكنلكش انت يجيك الشكايات وغتبقى تفلس، وانما يكون عندنا واحد الجدول ديال التسجيل ريجستر اللي عنده ارقام تسلسليه وكيعطينا الهويه كامله والاسم والحي وكيقدم لنا جميع الوضعيات وديك البيانات ديال الشخص المشتكي، وبالتالي كيتم هذاك الشيء المعالجه ديالو. النقطه اللي هي مهمه كمعيار رابع هو ضمان حق الحصول على جواب الشكايه، لان اي شكايه لو تحطت خصنا نديرو اشعار بالتسلم. ما يمكنلكش مواطن جاب لك شكايه فتقول له صافي مشي بحالك، بالعكس خصك ترحب به وتعطي له واحد الوسط اشعار ودير الرقم ديال فوقاش عندك التشتت والطريقه ديالها، وكتقول له بان المشكل في القانون ديال الاعاقه المشرع المغربي محدد المده في 60 يوما، ولكن في حالات استعجاليه اللي كتكون مثلا كصرف صحي ولا مشكل في الاناره ولا بنايه الى السقوط ولا ما يشابه ذلك، فالجماعه تتخذ باجراءات استعجاليه وغتثبت في هذه المساله ديال الشكايه ديالو. من بعد باش كنديروا المعايير وكنحدوا النتائج كنوصلوا لواحد النقطه اللي هي مهمه، كنحددوا نقاط القوه ونقاط الضعف التي تم استنتاجها في هذا الموضوع، وبالتالي كنديروا الاجراءات الاوليه. الاجراءات الاوليه بناء على النتائج المحصله عليها نقوم باعداد تقرير في الموضوع الذي وكنشجعوا النقاط التي يجب تحسينها. هذا الشيء هذا كامل كيدار وفق الموارد البشريه والقياده السياسيه اللي هي البوليتيك اللي غنقول انا فهي مصدر القرار وهي صاحبة الشأن والتغيير عن طريق الإرادة السياسية هي مصدر الفعل، وبالتالي كل ما كانت هناك عزيمة فأنا على يقين تام بأن المنظومة على مستوى تدوير الشكايات غيكون إن شاء الله في المتناول. هنايا باش نوضح هذا ما كان في المدن، ما كان في الرباط، ما كان في مكناس، ما كان في تابوت. داخل الجماعة على ماذا اشتغلنا؟ اشتغلنا مع السيد الدكتور نائب الأول السيد الرئيس، عقد لقاءات تواصليه واجتماعات في الجماعه بخصوص او حول تقدم مشروع جماعه مواطنيه. كنا خدمنا في هذه المسائل هذه، واخر زياره اللي كانت دارت 12 فبراير 2019 بقدوم السيده المستشاره ديال التعاون الدولي الالماني السيده مريم، اللي كنشكرها من هذا المنبر هذا وكنأكدوا ان هذيك السيده بالنسبه لنا كتقدم بالنسبه لجماعه العريش مازال كتقدم وكتساندنا، والحمد لله كنستافدوا وعندها غير على هذه الجماعه هذه، وكتبغي تعطي الجبل اللي ما عندها كتكون فهمتي كتقدموا لنا الاخت مريم. بالنسبه لتنسيق منظومه تدوير الشكايات بجماعه العريش على حسب اللقاء اللي درنا مع السيد النائب او السيد الرئيس، كاين غيكون عندنا مكتب الشكايات، مكتب الشكايات غادي يتلقى الشكايات والملاحظات والاقتراحات ديال المرتفقين والمرتفقات، غادي يمسك سجل الشكايات والطلبات ديال المواطنين، غادي يعالج الشكايات بتنسيقا مع المصالح المعنيه اللي رد عليها، لان الدور ديالنا غيكون في وسط الجماعه كوسيط المصالح اللي غتكون معنيه ولا تكون سيبليه في الموضوع. السيد مدير المصالح غادي يدير الاحاله ديالها، وقبل ما يدير الاحاله فهمتي راه كاين احلال في مكتب الشكايات، ومكتب الشكايات كينضبط وكيصير المصلحه المعنيه واحد المده زمنيه محدوده كيكون كيجينا الرد، وفي نفس العمليه حنا تما غادي نجاوبوا المواطن. وهذا الشيء كامل وثاني كيتجلى في عمليه التتبع والتقييم. حنا بالعكس حنا ذاك الرطب عملناه كبدايه وضعنا راسنا ان المواطن حلينا واحد نقطة القوة في مركز الاستقبال، في مكتب الاستقبال اللي غيكون عليه في تدير التوجيه، هذوك الناس اللي كيشوفوا على الاستقبال هما اللي غيشجعوا غادي يعطيو يد المساعدة للمواطن كيفاش يعمر به، ويمكن هذوك الناس الاستقبال غادي يجيو على ذاك المواطن مكتب الشكايات وغادي يقدموا يد المساعدة، وبالتالي المشكل ماشي دابا، المشكل هو خصنا ننطلقوا وباش يكون انطلاقة كيديروا لقاءات تواصلية مع المجتمع المدني ومع جميع الجمعيات. بدعوى ان اي واحد لاحظ واحد الملاحظه، وهذيك نشكرك عليها لان هذيك ملاحظه بدايه اولى، انك عطيتي واحد الملاحظه في النموذج الشكايه، هذه نقطه ايجابيه خصنا المواطن حنا
يصلح يتعامل مع الاداره. المواطن يجي تقدر يجي يدخل، ماشي حتى تقدر يجي يدخل الاداره من الباب ديالها ويعطي التساؤلات ديالو وغيلقى ان شاء الله الجواب، لان الكمال لله. وانا كنت